تعال 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 هذا منتج وين يطيب الحلاوه من الحكي احنا هنا كمعتصمين الديوانية باقين لحين تحقيق المطالب للمتظاهرين والمعتصمين لحين تغيير الاحزاب الفاسدة اللي دمرت البلد صار 16 سنة لحين يصير عندنا وطن. احنا هنا كحقوقنا جايين على موت ناخذ وطن. احنا كناس نريد لنا وطن. يعني انا كشاب ما عندي وطن. الوطن مثل الام والابو. لازم ناخذ وطن احنا. هاي حقوقنا، هاي ابرز حقوقنا. تحققوا لنا مطالبنا وهاي الاحزاب كلها تلغي. عراقنا عراق واحد، مو عراق واحد ثاني، مو احنا ضالين لا عندنا وطن، لا عندنا خدمات، لا عندنا شيء، شنو احنا عندنا؟ مو احنا ناس؟ مو احنا نريد مطالبنا؟ مو احنا نريد حقوقنا؟ على شنو انت؟ شنو جاي تقتل بالعالم؟ هاي الشهداء، شو تريد انت مثلا؟ مين المسؤول عن هاي؟ هاي الاحزاب الفاسده المسؤول عنها. كلها هيك. يعني ايش تردون؟ طالب منها بطلابه بمن نجحتوا بالانتخابات 18% ورحتوا حركتوها حركتوا صناديق الاقتراع هاي المفوضيه كلها فازدين هي مفوضيه فازده وجايين مفوضيه حقوق الانسان وما شلون احنا جايين نريد وطن غصبا ما عليكم نريد وطن احنا هنا معتصمين ما نرجع الحين تحقيق المطالب نريد اسقاط النظام نريد حكم جمهوري شبابنا جاي تتكتل تقتلهم احزاب ايرانيه سلاح رصاص حي مسيل للدموع حرق المتظاهرين احنا معتصمين حاليا بس احنا اللي ما يقدرون يسوون شيء للديوانيه. أول واحد بين المتظاهرين هاي الشجاعة وهالزغر هذا من حلو أتمنى سمعوا له صفقة تليق بمقام الشجاعة والله ما يروح عبود وداعتك وعلى ما يروح
يقولون راح تخاف انت لو ما حتى لو ياخذون يابا ما يخاف يا قوة زلمة بيسمعين زين طلبوا بعد مقطوعة من عندك خلنا نسمع يريد علي سامر عندك عليك جاي يسوي التهسة يلا سمعنا بعد مقطع حتى تنزل يقول أنا بخير وبخير بس مو زين أنا المدرة اللي من اشتاقيت أنا بخير بس مو زين أنا المدرة اللي من اشتاقيت أنا المدرة اللي قال لا كبر انا طيبتي هسه غرفه الاخشاب على اليمن أو يظهر. خلنا آخر مشاركة مع الطائي وبعدها نرجع وياكم يستاهل الله وصلنا. وطن مبيوع مدر بيش وطن ما بي نميز زينها من الطيش بين الجسر والساحة الوطن غالي جراحه الوطن غالي جراحه رادوا يمسحون اسمك
بس كتبت المساحة بس كتبت هلا بين الجسر والساحة الوطن غالي جراحة الوطن غالي جراحة رادوا يمسحون اسمك بس كتبت المساحة بدوات خبلون كلكم أحرار خبلون كلكم أحرار هذا الوطن ناداكم هلا بين الجسر والساحة فدول غالي يريد الغالي غالي يريد الغالي خلي يدهور حالي عوفك ما عوفك وما عوفك محبوبي وشتالي هلا بين الجسر والساحة على حساب هاي المواطنين على حساب الشعب هذا برع ناخذ من النساء ناخذ من اخواتنا اخوتنا من اهلنا من اخواننا نجي نتبرع هنا ما نريد احنا على كل حزب ما نريد كل حزب ما نريد هذول كلهم ايرانيين لا نريد الاحزاب ولا نريد لها كلهم شلع قلع ما نريدهم كيفنا من استقال اسكت وخليها كيفنا شلع قلع كل حزب ما نريده كل حزب ما نريده احنا نريد وطن حر كل شيء ما نريد وعادل عبد المهدي خلي يطلع ويشفينا شره زين هم ذولا كلهم مندسين كلهم عراقيين كلهم ايرانيين الصدق غير كلهم ايرانيين زين السلام عليكم بالأول شيء أنا اسمي رقية جعفر وأنا عشيت قرعاوية فشنو أنت يا عادل عبد المهدي استقالت أنت استقال أنت استقال هس أنت الحلبوس قلت أنا بنكم ابن عشاير إذا أنت ابن عشاير كما تنزل ستفتك ما تنزل ستفتك جاية بس تقولها والله حرام عليكم يصير بس عاد تعيد المراية يصير لو لا عراق الله الله ويران تطلع برا عراق الله الله ويران تطلع برا كلن يعني كلن ماكو مكان للسراء ماكو مكان للسراء عراق الله الله ويران برا برا شكرا انا اقدم لكم رقية جعفر عناد عين اللي واقفين على السماعة أخرى عنها أتمنى تسمعوني حتى نكون فريقين هذه المجموعة جامعة القادسية بأقسامها والمجموعة الطبية بأقسامها كم واحد ما يد الفكرة يرفع يده زي حتى هم يعني تعرفون جماعة الكلينس هم أبو المجموعة الطبية لا تسمعني أتمنى اللي واقفين هناك ينسحب لي وراء وسعوا المجال لا ما نتعب مجال حتى المجاميع تجينا لهنا لحظة خالد طيني مجال خلي حيلك على ما يجون اخوانكم بالمجموعة الطبية اخواننا بالمجموعة الطبية يا ريت يجونا لهنا ريت من عندكم 3 مشاركين صعدونا على المنصة انتم حافظين هذا مال ثورة طلابية مو؟ كم واحد حافظها؟ تمام كلهم يسمعوك يا ابو كلهم الدلل هاي 76 تمام 5 المرشحين مرفوضين ما نريدهم الثورة 100% ان شاء الله الدلل 100% ان شاء الله 500 ان شاء الله ان شاء الله 30 جريح 100% 13% الدلل ابويا الدلل سمع الشاب
صار بعيني. سمع الشجر والنخل. بعيني بعيني سيدنا. سمع الأحزاب. بعيني مولاي خادمك. سمع الحرام يا شيخ. باسمي وباسم المجموعة الطبية من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان نعزي وننعى عوائل الشهداء الذين فقدوا أبنائهم في الأحداث الأخيرة من ثورة أكتوبر في محافظتي النجف والناصرية. يسعدني أن أكون واقفاً أمامكم في هذا المحفل الذي سيرسم بداية جديدة لوطن جديد. هم ذهبوا إلى دار يرحمهم. شاكين اريد احكي ومني صدق الخرافات لك حب سوا عونك يا وطن يا ابو الحضارات احضنك لو صرت كلك شاكين اريد احكي ومني صدق الخرافات لك حب سوالف عالسلاطين يا ابو الخير ليش تفيض خيرات على الجيران وعيالك مساكين عيالك مساكين بكيت لوحدك ما حد بكى وياك بكيت لوحدك ما حد بكى وياك انت ما تحتاج دمعة بدون غيرة مسحت دموعهم من هدة الخيل وحفظت عروش وشيوخ وعشيرة ياهو الما شبع من نفط كركوك وياهو اليوم يعزمني على خيره اعتب على الشرب من لبن اربيل واعتب عليك الخبز الصويرة واعتب على السقف من سمك ذيقار آه ذيقار اول شغله مطلبنا هو مو عادل عبد المهدي اسقاط عادل عبد المهدي عادل عبد المهدي المفروض من البدايه هو من يوم واحد 1/10 يطلع من طلعت المظاهرات هو يطلع يقدم استقالته ويطلع مو لما راحت الناس وانقتلت وراح الشهداء وجرحى عندنا جرحى هسه ترى مو بس جريح برجله هيك بسط يعني شلل ما يقوم هذا اخو الميت لو ميت احسن له راح يعيش بذله شنو الاحزاب حضره جنابهم هسه هم يردون يشكلون حكومة موحدهم ولا كأنما طالعين مظاهرات شاحنا علي منصر راح يصير لنا 40 يوم راح يصير لنا شهرين هنا قاعدين عايفين شغلنا عايفين
طلاب عايفه دوامها، ناس عايفه شغلها، يعني هواي عالم وقفه اعمالها على مود غير تحقق مطالبنا. ما نريد هاي الزمره كلها، ما نريدها احنا، هاي الحكومه ما نريدها، لا احزاب ولا تيارات ولا اي شيء. احنا نترجاهم وتشوفون نشرهم، لان توصل شيء ما يشوفون، يعني غير ما يشوفون. يعني هو يضرب مسيل الدموع، يضرب رصاص حي، رمان صوتي. انا ببغداد 11 يوم احكي لك ومصوب ببغداد، يعني يضربوننا بسلاح لا الله يرضى بيه ولا عباده، بس على عدو، حتى على داعش ما استعملوه. يعني هاي الرمانه المسيل الدموع ما تنضرب اصلا، محرمه قانونيا. هاي بس مواجهه العدو، مو مواجهه مظاهرته. من هذول؟ هذول الاحزاب. يعني منو؟ يعني منو؟ يعني جاء متظاهر يقتل متظاهر؟ واحد يقتل واحد؟ عم انتم هنا ايش قصاركم؟ اكو واحد قتل واحد؟ منو يعني؟ يعني انا اجي اقتل واحد شلون اقتله؟ لا ما هو جاي هم واحد يسوي على واحد. ايش اقول له؟ واحد يخرب على واحد. رخصتك اقول له ما تخوفنا، اقول لك. قل له قل له قل له ما تخوفنا، اقول لك شنو هو التفجير؟ تريد سلاح؟ عادي عادي وياك كبد منحير وناخذ ثار كل من طاح بالتحرير. تريد سلاح؟ عادي عادي وياك كبد منحير وناخذ ثار كل من طاح بالتحرير، وناخذ ثار كل من طاح بالتحرير. ساعة ونص لا يا عم وداعت العباس، ربع ساعة وبالخضراء كنا نصير، ربع ساعة وبالخضراء كنا نصير. وصل لهم خبر، خليهم يسمعون عراق حسين هذا وابد ما يرجعون. وصل لهم خبر، خليهم يسمعون عراق حسين هذا وابد ما يرجعون. يا حسين الشعب خلص، والظلم هاد حيننا، وراح نفزع فزعة القاصد لعد حسيننا. هي ثورة ويا علي، ويا علي تلقى اللي يطيح علينا. كان الحق ما يطلع، نفرش على الشارع وننام. اريد هذا الربات كله ويا يشدونه. تنيح يا المسؤول تنيح. شو تقول له؟ هاو تنيح يا المسؤول تنيح. ها 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 رجلك هاو تنيح يا المسؤول تنيح. ها هاو تنيح يا المسؤول تنيح. هل جتك خيال هنا تنيح يا المسؤول تنيح. هل جتك خيال هنا تنيح يا المسؤول تنيح. وهاي قصيدة ثانية، وقت وياكم ما اروح تقول ما تبرد ظلمنا وما تبطل، ما تبرد ظلمنا وما تبطل. هذول ازلام خشنا بوجه الارهاب، لا هامت فشق والحار يهوى الحار. مو ذول النذله وشله الاحزاب، وقفنا بعينكم وقفت رمى عباس عليكم صحنا. يلا قوموا كظ الباب، عرفنا المكفو والباق باسم الدين. هذا ندوس راسه وما يفيد عتاب. عرفنا المكفو والباق باسم الدين، هذا ندوس راسه وما يفيد عتاب. الما يطلع شو تسوي له؟ طلع روح الما يطلع، ما يطلع. طلع روح الما يطلع، ما يطلع. طلع روح الما يطلع. أريد أوجه رسالة، هناك أكو أبواق تدعي أنه هاي المتظاهرين أنه ما عندهم قادة. لا، بل قادة موجودين، والعراق واللاد والقادة موجودين، لكنه قادة يبرزون بهذه الفترة ويضمون لهاي الأحزاب الفاسدة وتتلطخ أياديهم وضمائرهم بدماء العراقيين. كلا، بل القادة موجودين وسيظهرون بعد ما تنقالون أنتم وتطلعون وتفسحون المجال بالسلمية، تفسحون المجال والقادة موجودين وسيثبتون الوجود وينقلون العراق من هذه الوضعية التي ما أريد أعبر عنها غير تعبير إلى بر الأمان وسفينة النجاة. القادة بل موجودين والمتظاهرين موجودين، وقادتنا كثر العراق واللاد. والسلام عليكم ورحمة الله. احنا باقين 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 إلى أن هاي دم الشهداء اللي سقطت لن تذهب سدى أبدا. سلمية سلمية سلمية.
الشايل الشايل من ذي قارش كبرى الشايل من ذي قارش كبرى وما واصل 20 الشايل من ذي قارش كبرى ما واصل 20 الشايل من ذي قارش كبرى ما واصل 20 Thank you.
ابو فلان انحرم ومنعته هم هاي بعد طفل بابا انت شو تريد؟ شو تريد حاجي حاجي عمو؟ شو تريد انت؟ هو يعرفه بس انت شو تريد؟ ها؟ حاجي حاجي عمو انت شو تريد؟ وطن يريد وطن. وخري يا ابو الاسود خرب روحك. خرب روحك هاي ما تنسوا فدوا روحي السلام عليكم شوكم وعلى باقين ما نتمدد ما نروح لهنا ابد ماكو وطن ماكو بيت هنا بايتين والمطار والبريد وكل شيء ضالين هنا احلى ايوه علي هاي باقين باقين الله شاهد باقين ها باقين ما
غير نعبر الرحمن وين بس دقيقه بس تعبوا وين دقيقه سكرات بالدقيقه ما يصير شوي عباس اشرب شاي هسه هنا وتجي جماعه بعدين والله ما تحبه انا ترى تعال اشرب شاي وروح اشرب شاي وروح حج الطين وجه حج وروح شاي شاي حج انا ما ينعب هذا الشاي لا دغاره ولا فش ما تحبني حج طين بوس طين بوس يلا بس بس اشرب شاي هاي 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 ها